وفكرة استكمال الدراسة والتقييم بعد انتهاء قرار مجلس الوزراء اللي أوقف الدراسة حتى نهاية أجازة نص السنة اللي كانت في 20 فبراير. وأوضحنا هذه الخطط بالكامل وطرق التقييم، ولكن كان في بعض الأسئلة محتاجين نوضحها ونفسرها لحضراتكم ونقدم مجموعة من التفاصيل الإضافية. طبعا حضراتكم فاكرين احنا كنا ميزنا السنوات من كي جي 1 لثالثه ابتدائي على ان ملهاش امتحانات في نظام التعليم الجديد، وبالتالي الاولاد في هذه المراحل الدراسيه مش هينزلوا الامتحانات في وقت الجائحه اللي احنا بنعيشه. وعملنا حلول مبتكره للتخفيف على اولادنا اللي هم في سنوات النقل من رابعه ابتدائي لحد ثانيه اعدادي بانهم يتواجدوا اقل قدر ممكن من الزمن وبتباعد اجتماعي كبير جدا حفاظا عليهم. فنحاول نجمع بين ان يبقى عندنا تقييم وفي نفس الوقت نعمل اقصى قدر من الاجراءات الاحترازيه. الكلام ده كله تم بحثه في لجنه الازمه طبعا برئاسه دوله رئيس الوزراء وفي وجود وزاره الصحه وكثير من الزملاء، وتم الموافقه عليه وعرضناه على حضراتكم المره اللي فاتت. وكان اللي اتكلمنا عليه ان هو امتحانات مجمعه هنشرحها اكتر النهارده ليوم واحد لسنوات النقل رابعه ابتدائي لثانيه اعدادي. وكنا اتكلمنا على الشهاده الاعداديه تكون اخر السنه. فلسفه هذا القرار بسيطه جدا، ان الشهاده الاعداديه فيها حوالي 1,400,000 طالب، ونزولهم على مدار 6 7 ايام لاداء المواد الاساسيه عبء كبير جدا على الولاد وعلى المنظومه في وجود الجائحه. وبعد كده اتكلمنا على الامتحانات الالكترونيه الاولى وثانيه ثانوي. النهارده هنفكر حضراتكم بالجدول بتاع امتحانات الترم الاول لرابعه ابتدائي لحد ثانيه اعدادي. هيبدا رابعه ابتدائي يوم الاحد 28 فبراير، هيجوا يوم واحد، هيجوا حوالي ساعتين، واليوم اللي بعده 5 ابتدائي ساعتين، وهكذا. ونتكلم بالظبط على تفاصيل هذه الامتحانات. الفترة من 28 فبراير أو الأسبوع الأول 28 فبراير لحد 4 مارس هنمتحن فيه 5 سنوات دراسية، كل سنة هتيجي يوم هتيجي ساعتين، امتحان متعدد التخصصات. التبس الأمر على البعض، ده موضوع بسيط جدا جدا، بدل ما كنا بنمتحن امتحان علوم لوحده ودراسات لوحده وكل واحد فيه 20 سؤال او كده، لا احنا هنجيب ورقه امتحان واحده فيها منطقه اسمها اسئله العلوم لوحدها كده 4 5 اسئله، اسئله الرياضيات منفصله 4 5 اسئله، كلها اسئله اختيار من متعدد ما فيهاش كتابه، اختيار من متعدد، يبقى في 4 بدائل لكل سؤال موزعه على المواد الاساسيه اللي بتضاف للمجموع. المواد اللي خارج المجموع هتبقى في اخر السنه. فاحنا كده بنقلل خالص العبء، وزمن الامتحان ساعتين، عدد الاسئله ده بنعمله عندنا حسب الوزن النسبي لكل ماده، انما الاسئله مش متلخبطه على بعض، اسئله العلوم لوحدها، الانجليزي لوحدها، العربي لوحدها، عشان كل ده يحصل في ساعتين، فعدد الاسئله قليل خالص واختيار من متعدد، وبالتالي ده مفروض ما هنقلقش منه خالص، يبقى امتحان سهل جدا بالنسبه للولاد، بيحضروا زي ما كانوا بيحضروا للامتحان التقليدي اللي بيحصل في المدرسه. طيب ايه ضوابط النجاح والانتقال للصف الاعلى؟ زي ما هي موجوده كل سنه، في 50% من الدرجه على هذا الامتحان المجمع اللي بتعبر عن أداء الطالب في النص الأول من العام الدراسي، و50% الباقية على الامتحانات الشهرية، متوسط 3 امتحانات شهرية اللي هنعملها في آخر مارس وإبريل ومايو، يبقى كده 100%. طبعا عشان طالب ينجح بيجيب أكتر من 50%، ده كلنا عارفينه، وما يقلش في أي مادة عن 25%، دي حاجة مش جديدة، دي كلنا عارفينها. إذا جاب 50% بس في مادة أو مادتين أقل من 25 هياخد فيها امتحان تكميلي، إذا خد أقل من 50% في المجموع هيعيد المواد اللي هو فيها أقل من 25% عشان المجموع يعلى عن 50%. الكلام ده كلنا عارفينه من سنة لسنة، بس المرة دي بدل ما نعمل 5 أو 6 امتحانات ولادنا ينزلوا كل الوقت ده، نعمله في الامتحان اللي هو الساعتين ده. فده مفروض حاجة توفر على الولاد جهد كبير جدا وتحل مشكلة كبيرة جدا ونكمل السنة ببساطة بعدها إن شاء الله. أولى ثانوي وتانية ثانوي احنا نزلنا امبارح الجداول بتاعتهم عشان كانت الناس حريصة تعرف الامتحانات امتى، وهتلاحظوا حضراتكم ان
مادة الامتحان اتقسمت على 2 علشان نقلل برضو زمن التواجد كله، فلسفة التعامل مع الجائحة بالتوازي مع ان احنا نعمل الامتحان. فهي هتكون في المدرسة زي ما قلنا، الامتحان هيكون الكتروني لكل الفئات اللي تم تسليمها التابلت. الجملة دي معناها ان الولاد اللي ما معهمش تابلت سواء كانوا طلاب منازل او مستشفيات او السجون او اي فئة اخرى هتمتحن ورقيا في نفس اللجان اللي هم مسجلين عليها. فيبقى الامتحان الكتروني للغالبية العظمى حسب الجدول اللي حضراتكم شايفينه. في ناس علقت ان المسافة بين الامتحانين كبيرة واحنا خايفين نقعد، المسافة دي مش كبيرة ولا حاجة، دي عبارة عن 60 دقيقة، لان احنا عشان نطلع الولاد من اللجنة ونرجعهم ونغير المراقبين ونغير الامتحان على السيستم ده بيحتاج هذه الفترة بين الامتحانين. أثناء هذه الفترة الولاد لازم تلتزم بالإجراءات وتلبس الكمامة وما تتجمعش وتقف في أماكن مفتوحة، ويمر الموضوع ببساطة شديدة. وفي أي لحظة في عام دراسي بيمتحن هيكون هو المجموعة الوحيدة الموجودة في المدرسة، مفيش حضور من الأعمار الأخرى أثناء الامتحان، عشان كده بتبقى المسافات واسعة وقادرين نتحكم في الإجراءات الاحترازية. تانية ثانوي الجدول بتاعها برضو طلع امبارح بنفس الفلسفة، هيبقى نص الوقت ونص عدد الأسئلة، عشان الناس بتسأل هنلحق نعمل ده في 45 دقيقة أو في 90 دقيقة؟ طبعا هتلحق. وبعدين أنا عاوز أقول لحضراتكم في علوم التقييم حاجات غير اللي إحنا متعودين عليها، يعني ممكن في المستقبل يبقى في امتحان فيه أسئلة أكتر من وقت. ساعتها إحنا بنقيس مش بس قدرة الطالب على الحل وسرعته في الأداء، وده معترف بيه دوليا، إحنا مش بنعمل كده المرة دي. بس لمن يسأل في أساليب في التقييم، المرة دي إحنا قسمنا الوقت على 2 وقسمنا عدد الأسئلة على 2، وده كله أخف كتير من اللي كان بيحصل قبل كده استجابة للوضع اللي إحنا فيه. طيب تعالوا نيجي لموضوع الإعدادية اللي كان حواليه لغط كتير، وطبعا تبارز الناس كتير في موضوع الهاشتاجات زي ما حضراتكم شايفين وإلغاء ضم الترمين. الإعدادية ملهاش غير 3 احتمالات. الإعدادية قلنا فيها 1.5 مليون، يا إما ننزل عادي نعمل الترم الأولاني دي شهادة عامة بقى ما نقدرش نعملها زي سنوات النقل، هو فيها مجموع في الآخر والمجموع ده مهم عشان بنستغله في التنسيق للمرحلة الثانوية، يا إما ننزلهم 6 7 أيام عشان 1.5 مليون علشان نعمل امتحان الترم الأول كما ينبغي، وده متعارض مع أفكار إن إحنا خايفين من الكورونا ومش عاوزين ننزل، فإحنا أجلناه لآخر السنة استجابة لهذا الخوف من أولياء الأمور. أما طلعت فكرة إحنا مش عاوزين نذاكر المنهج كله على بعضه. طبعا في السنوات طويلة جدا كان عادي خالص إن إحنا بنذاكر المنهج على بعضه، ولكن بما إن إحنا تعودنا ناخد نص سنة كل نص سنة على حدة طلعت الهاشتاجات اللي بالمنظر ده. طيب الحل البديل إن إحنا لازم يبقى عندنا تقييم للترم الأولاني. ما ينفعش نمتحن في النص التاني بس ونسيب النص الاولاني تبقى الشهاده عامه. فاحنا هنعمل حل لحضراتكم استجابه لهذه الفكره، مش ان احنا نلغي الترم الاولاني، ولكن هنضيف زي ما حضراتكم شايفين في الصوره دي زي ما عملنا في رابعه ابتدائي لحد تانية اعدادي، هنضيف للمرحله الاعداديه يوم 7 مارس امتحان مجمع 3 ساعات، او هنحط الجدول بتاعه في المواد الاساسيه بنفس المسطره اللي عملنا بيها اولى وثانيه اعدادي، امتحان في يوم واحد اللي هيعدي منه يكون كده ادى المحتوى بتاع الفصل الدراسي الاول، ولما يروح اخر السنه يمتحن زي ما هو متعود في الترم الثاني في محتوى الترم الثاني، فده يفصل الترمين عن بعض. يبقى احنا قيمنا اداء الطالب في الترم الاول عن طريق امتحان واحد في يوم واحد هننزل فيه، مش بقى 6 أيام ومش اللجان الكتيرة دي ولا أي حاجة. فده حل يجمع بين المحافظة على الولاد عشان ما ننزلش الأعداد دي كتير، وتم التواصل مع معالي وزير الداخلية ودولة رئيس الوزراء ووافقوا على هذا الحل اللي هو يحل الإشكالية دي بشكل بسيط. يعني بمعنى آخر عشان نمتحن يتم تقييمنا عن الفصل الدراسي الأول هنيجي ناخد امتحان واحد مجمع في لجنة مدرسية يوم 7 مارس، ده
اجتياز او عدم اجتياز، ده نتيجته مش داخله في المجموع. المجموع لا زال على الامتحان الاخير. ليه نتيجه الاولاني مش داخله في المجموع؟ لانه التقييم غير مكتمل. لما اعمل امتحان مجمع فانا بحط عدد صغير قوي من الاسئله في العلوم وفي الرياضيات وفي الانجليزي ما تسمحش ان يدخلها في المجموع، بس تريحنا من مذاكره المحتوى بتاع الترم الاولاني في اخر السنه. وبعدين اجي في يونيو زي ما حضراتكم شايفين امتحن في منهج الفصل الدراسي التاني. اللي مش هياخد الامتحان بتاع 7 مارس هيبقى مضطر يمتحن في منهج السنه كلها في الاخر، وده ناس كتير مش حباه، فبالتالي الاختيارين موجودين في الحاله دي. عشان ناكد بس التفاصيل، يبقى في امتحان للشهاده الاعداديه مجمع، يعني مجموعه اسئله في العلوم، مجموعه اسئله في الرياضه متقسمه جبر وهندسه وبعدين انجليزي وعربي. درجات هذا الامتحان لا تضاف الى المجموع كله، ولكن يشترط اجتيازه عشان ادخل الترم الثاني. اجتيازه هيبقى بان انا اجيب 50% في ال فما فيش بقى القلق بتاع ان ده في المجموع وانا مجموعي باظ وما فيش حاجه من دي خالص. ده معمول عشان نريحكم، عشان نريحكم من مذاكره محتوى الترم الاولاني وانا داخل اخر السنه. الامتحان ده يبقى في لجان في المدرسه وهننزل الجدول بتاعه. الطالب اللي لم يجتاز امتحان الفصل الدراسي الاول او جاب اكتر من 50% في المجموع بس في ماده في وسطهم اقل من 25 هيعمل امتحان تكميلي قبل ما يخش الترم الثاني. يعني لازم ينجح في المجموع ب 50% او اكتر، وفي كل ماده ما يقلش عن 25. ده متهيألي شروط سهلة جدا. ده أعتقد يبقى ما عندناش مشكلة في الشهادة الإعدادية بهذا الحل البسيط اللي ما يتعارضش مع الحفاظ على الولاد في ظل إجراءات كورونا. طلاب الدمج التعليمي والتربية الخاصة والتربية الفكرية مجموعة تهمنا جدا. امتحاناتهم أعتقد لطلاب الدمج والتربية الخاصة بنفس مواعيد زملائهم في السنوات الأخرى طبقا للمواصفات الفنيه للورقه الامتحانيه الخاصه بكل اعاقه، لان كل اعاقه ليها نوع معين من الامتحان في نفس المواعيد، ما عدا طلاب اولى وثانيه ثانوي هيمتحنوا ورقيا مش طبعا على التابلت. طلاب مدارس التربيه الفكريه بصفه خاصه بيتم تقييمهم بمعرفه المعلمين القائمين عليهم، لان هم حاله مختلفه. ده هيحصل بنفس الشكل في الفصل الدراسي الثاني. التعليم المجتمعي المديريات هتتعامل معاه بما يناسب كل مديرية على حد. الضوابط العامة تدرج الأسئلة في الصعوبة وفق المستويات المعرفية لكل مادة، دي حاجة احنا بنقولها للمعلمين وهم بيحطوا الامتحانات. مين اللي هيحط الامتحانات بعد سنوات النقل؟ الإدارة التعليمية تحت إشراف المديرية مش المدرسة. الإدارة التعليمية عندنا في مصر 270 إدارة تقريبا، كل إدارة هتحط الامتحانات بتاعتها وفقا للي احنا بنبعته لهم من مواصفة الامتحان وتوزيع الدرجات. وتشكل لجان لتقدير الأوراق الامتحان بالمدرسة معلمي المواد. اللي احنا بنقوله ده معتاد وبيحصل كتير وبيحصل كل سنة، وسنوات النقل بتمشي دايما بسلاسة، مش محتاجة جدل كبير، يعني إن شاء الله تمشي بسلاسة. ونتيجة الفصل الأول هتطلع فيها المجموع بتاع الطالب في الامتحان المجمع وأدائه في كل مادة على حدة من داخل هذا الامتحان. موضوع حضور المعلمين بينظمه مدير المديرية حسب طبيعة العمل بالتنسيق مع السيد المحافظ في كل محافظة على حدة. فده قرار لا مركزي مع إعادة العمل بمجموعات التقوية في المدارس. امتحانات أبنائنا في الخارج هنعقدها إلكترونيا من رابعة ابتدائي لتانية ثانوي في البلاد اللي اتعلقت فيها الدراسة، عشان حتى إذا كانت البلاد دي قافلة إحنا هنمتحن ولادنا وهنجد وسيلة نوصل لهم إلكترونيا. الصف الثالث الإعدادي لما يجوا مصر هتعمل لهم امتحان تحديد مستوى عشان نقدر نقيمهم زي زملائهم اللي في مصر. طيب تعالوا نراجع مع بعض القرارات اللي كنا قلناها المرة اللي فاتت ونشوف لو أي حاجة فيهم اتعدلت قبل ما نتكلم على موضوع الدبلومة الأمريكية اللي برضو أثار أسئلة كثيرة جدا. إحنا قلنا هنعقد امتحانات الترم الأول زي ما حضراتكم شفتوا، عرفنا خلاص سنوات النقل ولو تانية ثانوي والإعدادية. فقرار واحد تم تعديل فيه إنه بدل ما الإعدادية هتبقى في آخر
السنة هنعقدها على مرحلتين، امتحان مجمع خارج المجموع لمدة يوم واحد اللي هو يوم 7 مارس، وامتحان نظامي للترم الثاني على المنهج بتاع الترم الثاني. يبقى احنا كده نشيل بقى الهاشتاجات بتاعت ليلة ضم الترمين، لأن احنا فصلنا الترمين. قرار اتنين، امتحانات المواد الغير مضافة لمجموع تاني ومواد الهوية المدارس الدولية هتكون في آخر السنة. الحضور بعد انتهاء آخر امتحان يبدأ، المدارس هتفتح، وقلنا اللي مش عاوز يودي ولاده هنوريله المصادر اللي ممكن يشتغلوا بيها من البيت تحت إشراف أولياء الأمور. هنبدأ في الحالة دي من 13 مارس بعد آخر امتحان في تانية ثانوي، عشان ما يجوش الولاد وحد بيمتحن، مع إعادة تشغيل مجموعات تقوية. بس الغياب يقتضي إن ولي الأمر يكتب إقرار إنه يعلم إن ابنه مش هيجي في الإدارة التعليمية. طيب